صباح الخير كاتيا. هاي عن قريب. عن قريب مزبوط. سبا كتثير يعني الشتوية بدها تجي وما بدها تجي، بس نحن يعني أجواءنا شتوية اليوم. نشين كده عم تقلي خلاص بلشت الشتوية مع أنه بعد الحرارة 30، بس أجواء يعني الإيفانتس والمشاريع صارت أجواء شوية صرنا نكنكن صارت شوية أجواء شتوية لو كانت الحرارة بعدها عالية. ما بقى في إيفانتس أوبن إير. إيه كمان. مشان هيك رح نروح على الليلة على سانتر صوفيل، رح نحضر مع جمعية متروبوليس فيلم اليوم حكينا عنه هولي موتورز. هولي موتورز لليوس كاراكس، هو كان ان كومبيتيسيون بمهرجان كان السينمائي هالسنة مع دوني لافان، كايلي مينوغ المغني المطربة كايلي مينوغ وإيفا مندس. لكن اليوم الافتتاحية، اليوم افتتاح أسبوع كامل لأفلام انتاج ارتي هالشان الاوروبيه يلي معروفه عالميا ومعروف انه الافلام يلي بتعملها دائما في من وراها يعني رساله فنيه واجتماعيه وثقافيه والى اخره. خلينا نشوف تريلر من هولي موتورز. موشن كابتشر 6 est attendu poste 5. Je répète, موشن كابتشر 6 est attendu poste 5. Ça va, monsieur Oscar? C'est une. Et des jours où un meurtre par jour, c'est pas assez. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar? Je continue comme j'ai commencé, pour la beauté du geste. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil. Dans l'œil de celui qui regarde. Est meilleur, car dans la vie, il y a l'amour. Rien ne nous fait sentir plus vivants que la mort des autres. إذن الافتتاح اليوم الساعة 8 بسانتر صوفيل بسينما المتروبوليس، ورح يكون في 8 أفلام على 8 ليالي من مختلف أنحاء العالم، ولكن رح يكونوا مترجمين باللغة الإنجليزية. في فيلمين يعني رح يكونوا باللغة الفرنسية، بس بقية الأفلام رح تكون باللغة الإنجليزية السوتيتراج تبعها. في عندنا معرض لروجي مكارزي التيتر لو بوتو، مهضوم كثير. فكرة كتير مهضومة. صور هيز كوليج، شو بيقولوا زميله اللي اسمه تاكايوشي ساكابي، هو ياباني. ولو بوتو هي رقصة يابانية. صوروا عم يرقص هالرقصة وعم بفرجي الموفمون. لما بتعرفي لما بنحكي ياباني يعني بنحكي في فكره من وراء كل حركه، صح. عم نحكي رقص ياباني، فصور كل هالحركات وشوف قوه الحركه يلي ممكن انها توصل. وبتعرفي بالرقص الياباني الحركه بتاخذ وقتها، صح. يعني بتلحقي تاخذي وقتك انه تقدري تجربي تفهمي على هالجسد شو عم بيقول، فحركات الجسد وقد ايه قوتها وقد ايه بتقدر توصل رساله. هذا كان الهدف من او هو الهدف من هالمعرض لروجي مكارزيل بجاليري اليس مغبغاب من 10 الصبح للسبعة، صح. بعد الظهر. كمان اليوم في كونسير بعنوان طنجرة ضغط. هي طنجرة ضغط للحقيقة، ما عرفت بدها تفقع. طنجرة ضغط هو كونسير أربع موسيقيين من سوريا، خالد عمران، طارق حلوقي، ناريك أبرجان وداني شكري، بمترو المدينة حمراء سارولا بيلدينغ. أربعة موسيقيين سوريين وصلوا على لبنان، ما معهم إلا آلاتهم الموسيقية، قدروا يعبروا فيها عن معاناة هالشعب يلي بعدها مستمرة. وطنجرة الضغط يلي خطرة، طنجرة الضغط يعني البريشر بوت إذا انضغطت كثير خطرة كثير. نحن شو بنشكي بس هلا ما لازم نفتحها قبل الوقت. صحيح صحيح. هي 9:30 بمترو المدينة.
كمان عندنا سيت داون كوميدي 2 مسرحيه لسعيد وجمال ملاعب اخراج نجاد الاسعد. هذا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي واللبناني، نحن كمان عندنا طنجه ضغط ما بعرف كيف بدنا عمل ملتزم من نوع جديد. لا بدنا ننفسها، نحن بدنا ننفس الطنجره قبل ما نفتحها. ينتقد الوضع الاجتماعي المعيشي المضحك والمبكي بلبنان. سيت داون كوميدي، سيت داون مواضيع مختلفة بأسلوب نائد وساخر. كمان عنا وسام بيضون بالأرت سيركل عنده معرض إيروتيك لاندسكيب، فنان رسام تشكيلي. صح وسام، والموضوع هو الإنسان وعلاقته بالطبيعة واندماجه بالطبيعة، يعني عادة يعني الجسد البشري قد أهميته أو قد بيوحي. ما صحيح هيدا لكن بالارت سيركل. هيدا شو في بلبنان اليوم؟ شوف التابلو.